لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل ما هو جديد في عالم الرياضة. قال الإعلام الجزائري عقب حصول المنتخب الوطني المغربي على المركز الرابع في كأس العالم بقطر أنه لم يكن مفاجئ وليس له علاقة بالحظ، بل هو نتيجة عمل مدرب محنك وأيضا إرادة اللاعبين والقتالية الكبيرة التي أبانوا عنها في جميع المباريات تؤكد أنه يستحق التواجد بين المنتخبات الأربع الكبار في هذا المونديال. وأشاد الإعلام الجزائري بأن خبر وطني وليد أركراكي والطريقة التي تعامل بها ضد المنتخب الكرواتي، وذلك رغم الإصابة المؤثرة داخل المنتخب الوطني المغربي. وأضاف الإعلام الجزائري أن المغاربة شرفوا كرة القدم الأفريقية والعربية بهذا الإنجاز التاريخي، حيث أصبحوا أول منتخب من قارة أفريقيا يحصل على المركز الرابع في كأس العالم. كما لم يخفي غيرته من هذا الإنجاز التاريخي للمنتخب الوطني المغربي، حيث قال أن منتخبهم الجزائري لديه نفس إمكانيات المغرب، وهو أيضا قادر على تحقيق هذا الإنجاز لو كان حاضرا في كأس العالم بقطر. كما قال المحلل الجزائري علي بن شيخ على أن المنتخب الوطني المغربي منذ بداية البطولة وهو يقدم مستويات جيدة واستحق هذا المركز في المونديال. كما أشاد علي بن شيخ بقوة اللاعب سفيان أمرابط وخط دفاع الأسود والاستيمة الكبيرة ضد المنتخب الكرواتي، مؤكدا على أن ما قدمه الأسود يجب أن يكون درسا لمنتخبنا الجزائري وباقي المنتخبات العربية لتحقيق نتائج جيدة في المونديال القادم.